في حاجات بتعدي عليك صدفة وحاجات اتقالت مرة هاخد من وقتك حبة. اسمعني هقولك معلومة تهمك ايا كان سنك، صدقني معاك هتكون فارقة. معلومة تفيدك تنور لك عقلك ايا كان سنك، تعالى وانا اقولك معلومة مش عامة. معلومة مش عامة مع كمال ماضي على نغم اف ام. معلومة مش عامة. السلام عليكم، وزي ما اتفقنا مع حضراتكم ان برنامج معلومه مش عامه في الموسم الرمضاني الثاني ليه هنحاول فيه نقدم معلومه مش متداوله، هنحاول نستكشفها، نعرف اصلها وفصلها، هنبحث في كتب التاريخ عن حكايتها وهنحكيها لحضراتكم، ويا رب يا رب دايما نكون ضيوف خفاف على حضراتكم. خلونا في الحلقه رقم 16 من معلومه مش عامه في رمضان نحكي عن حرب الايمو العظمى. طيب ايه الايمو الاول؟ اقول لك ده طائر حجمه كبير ما بيقدرش يطير، بيسكن استراليا، هتلاقي رقبته طويله جدا عامله زي النعام بالظبط. سرعته في الجري ممكن توصل لخمسين كيلومتر في الساعة، رجليها طويلة فممكن الخطوة الواحدة للإيمو توصل لقرب 3 متر بالتحديد 275 سنتي. أنثى الإيمو بتبيض ما بين 8 بيضات ل 20 بيضة، وده يوضح بقى عددها الكترة قد إيه في استراليا للسبب ده. طيب حرب الإيمو دي قامت بين دولة إيه ودولة إيه؟ أقول لك ما كانتش بين دولتين، دي حرب حصلت جوه استراليا. واحد هنا ممكن يقول لي طيب تمام ماشي، قامت بقى بين منطقتين في استراليا مثلا، قبيلتين، هقول لك لا برضو، دي قامت بين البشر وطائر الإيمو. وقبل ما تستغرب خلينا نحكي الحكايه واحده واحده. بص يا سيدي، القصه تاخدنا لسنه 1929، وقتها استراليا وزعت اراضي زراعيه على جنودها اللي شاركوا في الحرب العالميه الاولى. الوقت ده كان وقت الكساد الكبير، وكان في مشاكل بخصوص القمح بين المزارعين والحكومه الاستراليه، اللي زود تعقيد الامور ان في 20,000 طائر من طيور الايمو متعودين دايما ان هم يهاجروا بعد موسم التكاثر والتزاوج، فمتعودين ان هم يخرجوا كل سنه من المناطق الداخليه في استراليا الى الساحل. بس السنه دي ما كانتش زي اي سنه، لان الاستراليين لما انتشروا وخدوا اراضي، الاراضي دي كانت من اللي بيهاجر ليها الايمو كل سنه. المهم طيور الايمو لما شافت اراضي زراعيه ومحاصيل قصاد عينيها قالت يا هنانا يا سعدنا، هنا غزت الاراضي الزراعيه وبوظت المحاصيل. طب كده وبس؟ قال لك لا، المزارعين في استراليا كانوا عاملين سور من الشبك حوالين اراضيهم علشان يحميها. هنا طيور الايمو بسبب حجمها الكبير دمرت الاسوار دي وعملت فتحات كبيره فيها، خلت الارانب البريه في استراليا تدخل وتزود المشكله اكتر واكتر. طيب الحل كان ايه؟ اقول لك باعلان الحرب على الايمو. طب ايه اللي حصل في الحرب دي ومين كسب فيها، الانسان في استراليا ولا طيور الايمو؟ اسمحوا لنا نحكي الحكايه بس بعد دقائق بمشيئه الله. معلومة مش عامة. معلومة مش عامة مع كمال ماضي على نغم اف ام. معلومة مش عامة. ورجعنا لحضراتكم مرة ثانية في الجزء الثاني من معلومة مش عامة، ووقفنا عند ايه الحل اللي قام به المزارعين في استراليا علشان يواجهوا الخراب اللي جه للمحاصيل بسبب طيور الايمو. هنا أقول لك الموضوع اتطور جدا، لأن المزارعين اللي أصلهم كانوا جنود والبلد شجعتهم ياخدوا أراضي يزرعوها، شكلوا وفد منهم وراحوا لوزير الدفاع الأسترالي السير جورج بيرس يشتكوله طبعا. وبالفعل وزير دفاع أستراليا تعاطف معهم وسلحهم بالأسلحة اللي كانوا محتاجينها، بالأخص المدافع الرشاشة اللي حاربوا بيها قبل كده في الحرب العالمية الأولى. مش كده وبس، دي بعت كمان معاهم قوات عسكرية علشان تحارب طيور الإيمو. الحكومة الأسترالية مولت نقل القوات دي، والمزارعين اتفقوا أنهم هيتحملوا أكل القوات وسكنهم وتمن الذخيرة بس. وزير الدفاع الأسترالي كان شايف أن دي فرصة كبيرة جدا لقواته أنهم يتدربوا على الأسلحة. كانت القوات ومعهم المزارعين بيعملوا أكمنة للطيور الإيمو، وفي أغلب المرات المدافع الرشاشة كانت بتعلق، ما بتقدرش تقتل أكتر من 10 ل 12 طير من الإيمو. سرعة طيور الإيمو وتفرقها بقى يمين وشمال وفي كل مكان كان بيدمر أي محاولات للسيطرة عليها في مكان واحد، وبالتالي هجمات الأستراليين عليها كانت مش فعالة أبدا. بعد شهر من القتال انسحبت القوات الأسترالية وهم ما حققوش المهمة. القصة كبرت في وسائل الإعلام هناك ودخلت للبرلمان الأسترالي بأن لازم نشوف حل. في الوقت ده زادت هجمات طيور الإيمو على المحاصيل، فطلب المزارعين الدعم للمرة الثانية. هنا الموضوع راح لرئيس وزراء استراليا اللي جند ليه المساعدة العسكرية. الجنود كانوا بيقتلوا 100 إيمو
في الأسبوع. البعض بيقول إن الحرب قتلت 2500 طائر من الإيمو، لكن فضلت الأعداد كبيرة. المزارعين طلبوا المساعدة ضد طيور الإيمو كذا مرة بعد كده، لكن الحكومة الأسترالية رفضت، بالأخص بعد ما القصة انتشرت في العالم وفي بريطانيا بالأخص. خرجت بقى احتجاجات من المدافعين عن البيئة والطيور ضد عمليات إعدام طيور الإيمو، فوقفت الإعدامات. بالشكل ده تعتبر طيور الإيمو هي اللي انتصرت في الحرب، لأنها فضلت موجودة لحد النهاردة وما قدرتش الحرب اللي تشنت ضدهم إنها تقضي عليهم. دي كانت معلومتنا اللي مش عامة النهاردة في الحلقة رقم 16 من الموسم الثاني للبرنامج في رمضان. بكرة بمشيئة الله نقابل حضراتكم في معلومة جديدة لكنها مش عامة، ويا رب يا رب دايما نكون ضيوف خفاف على حضراتكم. تحياتي كمال ماضي، سلام عليكم. معلومة مش عامة، كنتم مع معلومة مش عامة مع كمال ماضي على نغم FM. معلومة مش عامة.